فقرة الرياضة من محبينها أنت أكيد من قلبك. صباح الخير كوتش. يسعد صباحك. يعطيك العافية طبعا عمر الجزائري دائما معنا بجهد وبصمة رياضية مميزة صباحية. اليوم شو محضرين ومجموعة من التمارين اللي تزيد النشاط أيضا اليومي في استوديو وأيضا من خلال المتابعين والشاشة. تفضل. الله يعافيك ويسعد صباحك ويسعد صباحك وصباح الخير للجميع. اليوم عندنا 5 تمارين رح نعملهم لنزيد لياقتنا البدنية، وطبعا قبل البدء بالتمارين راح نعمل عملية الإحماء بشكل سريع وما راح نطول إن شاء الله، والتمارين هاي راح تكون تمارين خفيفة ومفيدة جدا. راح نبلش أول شيء بعملية الإحماء الجامب على أصابع الرجلين، راح ننط مكاننا طبعا لمدة دقيقتين. هلا بس أنا راح أحكي لكم التمرين وأنتوا راح تعملوه. التمرين الثاني راح نعمل الني، راح نعمل 30 مرة باليمين و30 مرة بالشمال، بعدين راح نشوت رجلنا اليمين طبعا شوي شوي، والشمال نفس الشيء، بعدين راح نرفع ركبتين التنتين للأعلى، بعدين نزيد السرعة شوي ونفس الشيء للخلف، وبعدين جومبينج جاكس راح نعمل 30 مرة لبين ما نحس انه درجة حرارة جسمنا ارتفعت. بعدين طبعا راح ناخذ شوية راحة، راح ناخذ نفس شهيق زفير شهيق زفير. الراحة ممكن من 20 ل 30 ثانية. راح نبلش بأول تمرين من الخمس تمارين اللي راح ناخذهم. أول تمرين كلياتنا بنعرفه أو أغلبنا بيعرفه اللي هو البوش أب. هلا البوش أب راح أفتح إيدي التنتين على مستوى الكتف أو أكثر بشوي، أحط إيدي كاملة على الأرض. في خطأ بنوقع فيه مرات إنه بنخلي الحمل على سيف الإيد، لا بدي أحط إيدي كاملة تمام وأفرد جسمي وبدي أنزل وأطلع. طبعا انا ونازل راح اعمل عمليه الشهيق، وانا وطالع راح اعمل عمليه الزفير. يعني باخذ نفس انا ونازل، وانا وطالع راح اطلع هذا النفس. هلا في راح يحكوا لنا انه صعب التمرين البشاب علي، تمام راح نعمله على الركب بشكل اسهل بالشكل هذا نفس الشيء. وإذا كان صعب كتير عليك التكرار، بلش بتكرارات بسيطة، تكرار لو واحد لو اثنين لو ثلاثة، وكل ما لك كل يوم زيد التكرار. هذا التمرين الأول. التمرين الثاني كمان مشابه لإله، رح نعمل زي كأنه عم نعمل البوش أب، بس رح نطلع الركبة اليمين والركبة اليسار ونلمس إيدنا اليمين وإيدنا اليسار. هلا هذا هاي كلياتها مرة رح نعملها 10 تكرارات وثلاث جولات. هلا هاي الاعداد من الجولات والتكرارات هي مش قاعده، يعني في اجسام ما بتتحمل التكرارات هاي والجولات هاي، فحسب طبيعه كل جسم وكل واحد بيعمل حسب ما بتحمل. لو بلشت تكرار او تكرارين كثير ممتاز وكثير منيح، اهم شيء انك تبلش وما توقف. وكلياتنا شفنا قديش هي اهميه الرياضه، وخاصه بظل هاي الازمه اللي كلياتنا مرينا فيها، وقديش الرياضة بتقوي جهاز المناعة وبتحارب، هي خط الدفاع الأول للفيروسات والأمراض. التمرين الثالث رح نعمله اللي هو بيجمع بين التمرين الأول والثاني، تقريبا رح نعملهم مع بعض بزيادة شوي. رح نوقف وننزل شوي شوي، نمشي نعمل وحدة بوش أب. هون رح يجي حدا يقول لك انه انا صعب علي، ممكن تعملها على الركب وممكن ما تعملها. بعدين رح نعمل ني ونلمس ايدينا، نعيده كمان مره. رح ننزل او نعمل البوش اب، نعمل ني ونلمس ايدينا. كابتن عمر اللي ما بيعرف يعمل التنتين لا على الركب ولا الضغط العادي الطبيعي، شو في ممكن يعمل؟ اكيد في ناس رح تحكي زي هيك، بس سهلنا لهم الموضوع بانه يعملها على الركب. هلا اذا ما كان بيقدر يعملها، ممكن يخلي الحمل على الركب
ويخلي يعني وزنه خفيف على الايدين ويبلش شوي شوي، يعني يرجع حاله شوي لورا ويبلش بعدين يزيد يمشي لقدام شوي يمشي لقدام، فبزيد الحمل على الايدين وببلش الجسم يستفيد نعم. اكثر. بنشوف في البوش ابس اللي بيعملوهم على الحيط، يعني انت بتمسك الحيط وبتدفع حالك زي كانك بتعمل بوش اب بعيدا عن الارض يعني عشان الاكتاف، برضه نفس الفائده ولا لما تعمل بوش ابس على الارض تكون احسن؟ هلا البوش ابس هو كثير انواع ويعني ما في الوقت انه نحكي بكل هاي الانواع، في ممكن نعمل 50 طريقه للبوش ابس وكل طريقه من الطرق بتستهدف عضلات معينه، بس بشكل عام هي البوش ابس بتستهدف عضلات الاكتاف والظهر وعضلات الايدين. التمرين الرابع اللي هو البلانك، كلياتنا بنعرف البلانك بالضبط هيك. طبعا البلانك في ناس بتتحمل، في ناس بتتحمل ساعة، في ناس بتتحمل دقيقتين، في ناس ثلاث دقائق، حسب انت شو بتتحمل وبدك تعمل ثلاث جولات. فأنا بنصح انه الشخص يشوف حاله قديش بيستحمل، ممكن تعير وقت تشوف مثلا 40 ثانية وتعمل نفس الشيء كمان جولتين وتاخذ شوية راحة، الراحة بناخذ نفس طبعا. التمرين الاخير الخامس اللي هو البوربيز، راح نوقف ننزل على الارض ونركل رجلينا التنتين للخلف، بعدين بدنا نلم رجلينا التنتين ونطلع نعمل جامب. نعيد كمان مره، نحط ايدينا التنتين على الارض ونطلع نعمل الجامب. هلا هون في ناس صعب عليهم انهم يعملوا البوش اب، ممكن تعمل 1 وجامب. إذا كان صعب بوش أب اعمله بدون بوش أبس، وإذا ما كان صعب اعمله بوش أبس أحسن. ونفس الشيء بتشوف حالك قديش تقدر تعمل تكرارات وتعمل عدد جولات ثلاثة أو أربعة إذا قدرت، وهيك نكون خلصنا. ويعطيكم ألف ألف عافية كابتن. موضوع الوزن مهم، يعني عم بطلع كابتن على الحركات اللي بتعملها والتمارين اللي بتعملها، يعني ما شاء الله جسمك رياضي ويعني وزنك مناسب للطول، وفي ناس يمكن بيعاني من موضوع الوزن، بحب يعمل رياضة بحب يكون جسمه نشيط، لكن في بعض التمارين يمكن اللي عملناها يمكن إذا نزل على الأرض ما يقدر يطلع. يعني جد في آلية معينة للرياضة معينة للي يعني مثلا عنده سمنة عنده وزن، كيف ممكن يمارس رياضة صباحية بربع ساعة 10 دقائق؟ تمام. هلا هذا الموضوع جدا خاصة بهذا الوقت مع القعدة بالبيت، كلياتنا صار عندنا سمنة طبعا إلا أنا يمكن ما صارش عندي، فهو موضوع صراحة مرات بيصير في موضوع نفسي عند الشخص إنه أنا وزني زايد كذا، وخاصة عند العنصر الأنثوي نحكيها بصراحة. هلا الرياضة سهلة جدا، في شدة خفيفة وفي شدة متوسطة وفي شدة عالية، اللي ما عمرهم مارسوا رياضة فأكيد بدهم يبلشوا بشدة خفيفة ويبلشوا بتمارين بسيطة ويبلشوا يرفعوا بلياقتهم درجة درجة. يعني ما في شيء اسمه جسمي مش رياضي ما بقدرش ألعب رياضة؟ لا لا، هاي يعني قناعة سلبية وفكرة علقت مغلوطة الباطني وإحنا مشينا عليها وصدقناها، بس هي بالنهاية بنقدر نعتبرها كذبة وإحنا كلنا صدقناها. بالعكس، خليك إيجابي ومارس الرياضة وما تخلي حدا يقول لك إنه أنت جسمك مش رياضي، بالعكس أهم شيء يعني هدفنا من الرياضة إنه نكون قادرين نمشي ونعمل حركاتنا وكل أعمالنا اليومية بشكل يكون مريح وما نكون تعبانين ونكون شعارين بالسعادة. كوتش، بأنك تحدثت عن الصبايا أنه بحبوا دائما ينزلوا وزنهم، صبايا وشباب هالأيام كمان، في بعض هناك الاكسرسايزز أو مثلا التمرينات بتكون حرق فيها الدهون أكثر من تمارين تانية، يعني هدول التمارين اللي عملتهم هدول بحرقوا دهون أكثر تحديدا مثلا البطن والهبس؟ طبعا هلا التمارين اللي عملناهم هلا تمارين ما بدنا نحكي شده عاليه، هي شده خفيفه متوسطة.
ممكن انه الاشخاص حاولت انه قدر الامكان انه نسهل موضوع التمارين. بالنسبه للي بيحبوا انهم يحرقوا الدهون مثل ما حكيت لكم ببلش تدريجيا والدهون بتنزل من الجسم نسبيا، يعني هلا هي ما بتنزل بس من البطن او بس من الايدين. في ناس بيقول لك انا بدي اخفف الكرش او بدي اخفف الاجرين او كذا، لا الدهون بتنزل نسبيا حتى من اصابع الايدين بتنزل بس صحيح. نسبيا اللياقه البدنيه هي مثل دعسه البنزين بالسياره، اذا انت عم تتدرب انت دعس بنزين وشادد، اول ما تقطع الرياضه فانت بتشيل اجرك عن البنزين فالعداد ببلش ينزل، ما بتنزل اللياقه البدنيه مره واحده، بتنزل شوي شوي بتطلع شوي شوي. فانت دائما لو عملت 10 دقائق مثل ما عملناهم هلا اليوم او اي تمارين ما شاء الله الكباتن ما بيقصروا يعني ممكن انك تفيد جسمك وتحافظ على لياقتك البدنيه ان شاء الله. كل الشكر لك كابتن، يعطيك العافيه، وان شاء الله بنشوفك ايضا في حلقات قادمه بتمارين ايضا اكثر بتفيد الرياضه والاجسام والمتابعين والمشاهدين من خلال بصمه رياضيه صباحيه ان شاء الله من خلال